وبعدين ليه 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 مطلعين الاب طاغيه من العتاه يعني؟ مش ممكن. طيب هنا هرجع للراوي، لان احنا اعتدنا فيما اعتدناه. الراوي دايما مش بس في المسرح المصري، حتى المسرح الكلاسيكي. بص انا بتفرج على مسرح بديني عشان بس ابقى متفهم. وانا بتفرج على مسرح كلاسيكي في اغلب الاحوال، ولما ظهر المسرح التجريبي في مصر فكنت متابع قتيل بقى بقول لك. بس برضو كل اللي احنا تعودنا عليه في اغلبه الاعم، الراوي دائما رجل يمتلك بيز مذهل جدا، حاجه اقوى من اسامه منير كده مثلا. سمسم وحشني والله يا اسامه، هو حبيبي صاحبي. فالمره دي الراوي صوت سيده، صوت فتاه، واظن في صعوبه يا يار انك تتحولي الى راوي في حاله تاريخيه من الرواه الرجال. هو الراوي ده حاجه صعبه قوي، لان انا بقعد اتكلم مع نفسي ومحدش بيرد عليا. يعني انا بقعد امثل واقول واعمل والجمهور بس اللي انا سامعني وشايفني، فده بالنسبه لي حاجه صعبه قوي. خصوصا بقى ان الراوي ده اصلا، معلش يا عبد الله، هو انت هتفتشي سر. هو اصلا روح الولد. يعني في اخر المسرحيه بيكتشفوا ان الراوي ده هو اصلا الولد، يعني روحه. هو الولد توفى في اخر المسرحيه؟ لا لا، هو لسان حاله. اه بالظبط، بيعبر عن كل اللي بيمر بيه. ولما بيبتدي باباه ومامته يفهموه بيطلع بقى الراوي. يعني في اخر المسرحيه انا ببقى بتحول ببقى بكل تفاصيله بطريقه كلامه، ما بقولش غير نفس الجمله اللي هو بيقولها. ده حاجة عاملة زي الضمير عند شكسبير، انه دايما كان يبقى عبارة عن حالة خيالية، فهو يتصور بالزبط. اشباح يعني مكبث، وهو ابهرتكم بان انا جامد قوي. فدايما كان بقى في اشباح بتطارد مكبث، هي الضمير بتاعه طول الوقت. فانت المرة دي كنت روحه داخل الولد، روحه اللي الناس المفروض تحس بيها وتفهمها. فانت كنت روح الولد. طيب الراوي طبعا لازم يمتلك مهارات حكي مخيفه، لازم تبقى ستوري تيلر، وفي نفس الوقت انت كمان عندك مناطق مختلفه من الاداء ومحلتكش غير صوتك. ده كان تدريب ولا ده دراسه؟ يعني تدريب للمسرحيه بالمخصوص كده ولا هي دراسه؟ لا المسرحيه. للمسرحيه؟ اه المسرحيه. انا اصلا ما كنتش عارف الراوي ده بيعمل ايه لحد ما دخلت المسرحيه وفهمت كل حاجه بيعملوها، وازاي الموضوع صعب، وازاي ان هو يعني موضوع صعب قوي ان انت بتمثل مع الجمهور ومحدش بيرد عليك وشايف المشهد ونفسك تدخل تعمل معاهم مشهد. عايز اطلع. لا انت ما طلعتيش خالص، مخبيينك طول الوقت؟ لا لا، طلع بس لوحدي. بس لوحدي؟ اه. اوكي، مش بتقومي بحاجه معاهم هم في اخر المسرحيه؟ استنى، عشان انت ديكتاتور واضح. هو عايز يسجلني. عايز الحقها والله. هو انا خايفه اقول العرض باين. نموذج للمخرج المسيطر. لا مفيش خالص كده. يعني اكثر سطوه من يوسف شاهين الله يرحمه.